استمر طول البال، ماشي اي حاجه خرجت ما عطانا حتى ميساج نقولوا راه صحيح. اذا الهدف من التمرين كيف ما كتشوفوا هو تتكون من هذا المنيو، كاين منيو فيشي فيه جيستيون، هذيك جيستيون فيها انفو بيرسونيل، فيها لا جيستيون ديال لي نوت، فيها لا جيستيون ديال لي مويان، كندخلوا المعلومات تاع ستاجير، كندخلوا النقاط تاعو، كنحسبوا ليه المعدل. اذا هادو مسائل بسيطه، كي تي راه كيوقف لابليكاسيون، وهنا شونجمون دو بارامتر نغيروا غير لا كولور ديال لا فورم اللي حنا فيها، لا فورم الاولانيه شفتوها كنغيروا لها الالوان، نجيو لهاد جيستيون دي زانفورماسيون بيرسونيل نكليكيو عليهم، نقدروا ندخلوا هنايا واحد نيميرو دان ستاجير مثلا، ستاجير مثلا نديرو تي جي بحال هكذا، هذا رقم ديالو، نجيو هنا ندخلو لو نون ديالو، نديرو مثلا سيما، ونجيو نديرو مثلا تي جي اي بخوميييغ اني، ونديرو لهاد المعلومات سوفكاردي، اش وقع المعلومات اختفاو كيتي خرجت من هاد لافورم، نمشي لا جيستيون ونحيد دابا لي زانفورماسيون بيرسونيل سيزيتهم، نمشي لا جيستيون ديال لي نوت، ندخل لي نوت، نختار واحد المعامل كويفيسيون، ونختار مثلا رقم جوج، ندخل نقاط 12 13 10 4 4 النقاط اللي كندخل باردون انا غادي ندخل 7 4 النقاط اللي دخلت، دخلت النقطه الاولى هي 12 ودخلت 13 ودخلت 10 ودخلت 7، اذا 4 النقاط اللي طلب مني البي سي بالحساب هو عارف بانه بيطلب مني 4 النقاط، ماشي شي عدد يعني غير معروف، العدد معروف، ونفتح ونمشي لي مويان المعدل فاش ندير افيشي اشنو كيوقع؟ كي افيشي ليا تي جي 34 اللي سجل فاطمه تي جي اي بروميير اني، وتيحسب لي المعدل، شنو هو المعدل عفاكم؟ المعدل هو النقطة الأولى في المعامل اللي هو اختاريته أنايا بيان سيغ هنايا، لازم كيتي هذا، أنا كنختار المعامل، فاش اختاريت هذا المعامل جوج، البيسي اش دار؟ خدا ديك 12 اللي دخلت ضربها في جوج وستوكاها، وخدا هذيك 13 اللي اختاريت هي النقطة الثانية ضربها تاهي في جوج، وخدا ديك 10 النقطة الثانية تاهي ضربها في جوج، وخدا 7 تاهي النقطة الثانية ضربها في جوج، وشدهم وستوكاها كل وحدة في بوحدها، عاد من بعد فاش مشينا لهذيك لاباج الأخرى، فاش مشينا لاباج الأخيرة ديال لي مويان، فاش كليكينا في افيشي هاد المعلومات النيميرو لو نون فيليير او نيفو هادو جابهم من الطابلو اللي كنا مسجلينهم فيه، وهنا دار الكالكول اللي هو اش قلنا نقطه في المعامل نقطه في المعامل حتى سالا، هو يجمع هادوك الشيء دوك لي برودوي دوك الجداءات نقطه في المعامل نقطه في المعامل، جمعهم وقسمهم على المعامل اربعه المرات، حيت هو نفس المعامل اللي عطينا حنايا غادي نضربوه غير في اربعه، اذا هذا مثال فقط، يقدر ما يكونش المثال ديال الكالكيو صحيح، ولكن بالنسبه لنا حنا بغينا نميتريزيو غير هاد لي زوبسيون ديال نحول المعلومات من فورم لاخرى، هذا هو لوبجيكتيف ديال التمرين، دونك شكرا لانتباهكم.